ما والله لا كل تفجيرات بغداد مسؤول عنها شبكة تنظيمية إرهابية تم إلقاء القبض على 76 مطلوب والآن هنالك 4 أو 5 عناصر هاربة فارة أجهزتنا الأمنية تلاحقها وسيقدمون للعدالة. احنا نتاسف من نشوف المواطن العراقي بهاي الحاله، زين، من دماء ومن من من ظلم ومن من من, من جرحى ومن كل شيء، يعني لان هذا الشيء يعني احنا ما اعتادين عليه بالسابق ولا مر علينا بالسابق ولا كشفناه. والله تفجيرات يوم امس تفجيرات محزنه، يعني شيء محزن، شيء مؤذي، لا نعرف تفسيرها، لا نعرف يعني شنو الغايه منها. هل القصد منها فقط إذاء الشعب العراقي؟ هل القصد منها أنه أكو ينتفع منها جهة؟ وحمل مسؤوليتها السياسيين